أول النتائج في هذا الشوط المهر رقم 341 الأندلسي EA للدكتور غانم محمد عبيد الهاجري في الهوية العربية 19 من 5 حكام 19 ونص من حكمين الرأس والعنق 19 من 5 حكام 19 ونص من حكمين الجسم والانسيابية 18 من 6 حكام 17 ونص القوائم 15 ونص من 4 حكام 15 16 من حكمين وجاءت الحركة ب 18 ونص من 3 حكام 19 من 4 حكام بمجموع 90.6. Results for Caledonia 341. His name is Al-Andalusia EA, sired by a double-age justice out of Liberia EA, Brits by Equus-Arabians from Spain, and Proleons by Ghanem Mohamed Albert Al-Hajri. And Al-Andalusia EA scores a 90.60. المهر رقم 342 جي اس اوسكار لمربط النور الخيول العربية في الهوية العربية 19 ونص 4 حكام 19 من 3 حكام الرأس العنق 19 من 6 حكام 18 الجسم والانسيابية 18 بإجماع الحكام القوائم 15 ونص بإجماع الحكام والحركة 19 ونص من 4 حكام 19 من 3 حكام بمجموع 91.10. Results for Caledonia 342 GS Oscar. Signed by A.G. Mazan out of D. Crystal Moon. Brits by the Al Jawahar Arabian Horse and Proleons by the Al Nur Arabian Horse G.S. Oscar scores 91.10.
المهر رقم 343 ام او اللهب لحمد خلف العتيبة، الهوية العربية 19.5 من 3 حكام، 19 من 4 حكام، الرأس والعنق 18.5، 19.5، 19 من 5 حكام، الجزمة الانسيابية 18 بإجماع الحكام، القوائم 15.5 بإجماع الحكام، والحركة 19.5 من 6 حكام، 19 بمجموع 91.2. Results for category number 343. Mo Alahab, a son of Iyaz Harir out of Gigi Diamond of Marwan, brother owned by Brits by Khalaf Ahmed Khalaf Ahmed Alatawiba, property owned by Hamad Khalaf Ahmed Khalaf Alatawiba. Mo Alahab scores 91.20. المهر رقم 345 شهم الخزامة لطلال حميد المسكري بالهوية العربية 19 من 5 حكام، 19.5 18.5 الرأس والعنق 18.5 19.5 19 من 5 حكام، الجسم الانسيابية 18 من 5 حكام 18.5 17.5 القوائم 15.5 من 4 حكام، 15 من 3 حكام، الحركة 19 من 4 حكام 18.5 من 3 حكام بمجموع 90.10. Results for category number 345, Sham Al-Kuzama, signed by Fadil Shakab out of Flaminga MS, Brethrenounds by Talahumait Muhammad Humait Maskari. Sham Al-Kuzama scores 90.10. روان الهواجر رقم 346 لصالح سعيد المنصوري في الهوية العربية 19 من حكامين، 19.5 من 5 حكام، الرأس والعنق 19 من 5 حكام 20، 19.5 الجسم والانسيابية 18 من 3 حكام، 18.5 من 3 حكام 17.5 القوائم 15.5 بإجماع الحكام، والحركة 19 من 6 حكام 18.5 بمجموع 91.2. Results for category number 346. His name is Rawan Al-Hawajir, signed by Emerald J out of Doha, Al-Hawajir,
Brits, Mohammed Ghanem, Mohammed Wethar Hajri, and probably owned by Sana Saeed, Ahmed Hufan Al Mansouri. Karaman Al Hajar scores 91.20. اس جي سهران لماجد وليد الدرمكي في الهوية العربية 18.5 من 5 حكام 19-18 الرأس العنق 18.5 من 4 حكام 18 من حكمين 19 الجسمون السيابية 18 من 6 حكام 17.5 القوائم 15.5 بإجماع الحكام الحركة 18 من 3 حكام 18.5 من 3 حكام 17.5 والحركة المجموع 88.6 Results for category number 347. His name is S.G. Sahram, sired by D. Saraj out of D.F. Halifa. Ritz by the Al Nakinstead Farm Accordion by Mjit Horitaiza Yusuf Adamaki. S.G. Sahram scores 88.60.
المهر رقم 348 مقدام قلفة لزايد سعد القحطاني في الهوية العربية 19.5 19 من 5 حكام 18.5 الرأس العنق 19 من 3 حكام 18.5 من 3 حكام وهنا أيضا جسم وخط الجسم والانسيادية 18 من 6 حكام 17.5 القوائم 15.5 من 6 حكام 15 والحركة 19 من 6 حكام 19.5 بمجموع 90.3 Results for category 248 His name is Britam Kufa Sired by Royal Colors out of Maison al-Hawajer Brett Barry Kufa Raven hosted and proudly owned by Zatsat Ajed Azam Akathani Britam Kufa scores a 90.30 فارع الهواجر رقم 349 لسلطان سيف المنصوري في الهوية العربية 19.5 من 3 حكام 19 من 4 حكام الرأس والعنق 19 من 6 حكام 19.5 الجسم الانسيابية 17.5 18 من 6 حكام القوائم 16 من 3 حكام 15.5 من 4 حكام وجاءت الحركة ب 20 19.5 من 6 حكام بمجموع 91.4 Results for category 249. His name is Faral Hawajar. Signed by Emerald J. out of SS Andorra. Brits by Dr. Khanam Mohammed Abdel Tajri. Produced by Sultan Zaif Salem Tamash Honzuri. And Faral Hawajar scores 91.40.
المهر رقم 350 امزد شامخ مربط مزيد بالدول العربية في الهوية العربية 19.5 من حكمين 19 من 5 حكام الرأس العنق 19.5 من 4 حكام 18.5 19 من حكمين الجسم الانسيابية 18 بإجمال الحكام القوام 15.5 من حكمين 16.5 15 من 3 حكام 16 وجاءت الحركة ب 19.5 من 6 حكام 19 بمجموع 91.3 Results for category number 350, MZ Shamik, son of AJ Marzan out of Alaryam Shadia Redrons by Maziat Arabian Hosted and MZ Shamik scores a 91.30. المهر رقم 351 كي بي اس كفو لخالد عبد الرحمن الصيعري في الهوية العربية 19 بإجماع الحكام الرأس والعنق 19 من 5 حكام 18.5 من حكمين الجسم الانسيابية 18 من 6 حكام 17.5 القوائم 15.5 من 6 حكام 15 والحركة 19 من 6 حكام 19.5 بمجموع 90.4 Results for category number 251, KBS Kafu, signed by AG Kafu out of Aya Caprice, Reds, British Man Arabian State Farm, and proudly owned by Khalid Abdurrahman Abdullah Hassan Azairi. KBS Kafu scores 90.40.
المهر رقم 352 فارس الدار لسعيد علي الشامسي في الهوية العربية 19 من 3 حكام 19.5 من 4 حكام الرأس العنق 19 من 4 حكام 19.5 من 3 حكام الجسم والانسيابية 17.5 من حكمين 18 من 5 حكام القوائم 15.5 من 6 حكام من 5 حكام 15-16 والحركة 19 من 6 حكام 18.5 بمجموع 90.9 Results for Gallery number 252. His name is Faris Aldar, sired by Saad Al Aliyah, out of Fitna Al Zubair. Brits by Hamad Al Jawan, Salam Mubarak Al Shamsi. Rodions by Zaid Ali Zaid Ali Al Shamsi. And Faris Aldar scores a score of 90.90. نتيجة المهر رقم 353 SS محجوب لمحمد سلطان اليحيائي تم استبعاد نتيجته للعرج ونتيجة المهر رقم 354 طحان غالب لمربط غالب للخيول العربية تم استبعاد نتيجته للعرج So we can confirm, ladies and gentlemen, that the gallop numbers 353 and 354 both horses are lame and out of competition.
المهر رقم 355 ذعذاء الحوفان مربط سريط للخيول العربية في الهوية العربية 19 من 6 حكام 18.5 الرأس العنق 19 من 4 حكام 18.5 من 3 حكام الجسم والإنسيابية بإجماع الحكام 17.5 القوائم 15.5 من 6 حكام 15 وجاءت الحركة ب 19 من 3 حكام 18.5 من 4 حكام بمجموع 89.5 Results for Kelleg number 255. His name is Ta'ata Al-Hufan. The son of Dimashari out of the Sali Brethrons by the Sorayed Arabian Horsted Farm. And Ta'ata Al-Hufan scores 89.50. المهر رقم 356 سنافي الحوفان لناصر أحمد الكربي في الهوية العربية 19 18.5 من 5 حكام 18 الرأس والعنق 18.5 من 4 حكام 18 من 3 حكام الجسم والإنسيابية 18 من 6 حكام 17.5 القوائم 15.5 الجسم والإنسيابية 18 من قبل 6 حكام 17.5 القوائم 15.5 من 5 حكام 15 من حكمين وجاءت الحركة ب 19 من 3 حكام 18.5 من 3 حكام 18 بمجموع 88.9 So well done. Results for category number 356. Sanfi Al-Hufan is son of Vittorio Tio out of Bile Cadoria, Brits, Marie Sorayed Arabian, Horsted and Prodions. Benassar Ahmed Hamad Hassan Al-Karbi. Sanfi Al-Hufan scores 88.90.
المهر رقم 357 AHM متغطرس لأحمد حمد المطلع اليماحي في الهوية العربية 20-19.5 من 6 حكام، الرأس العنق 19.5 من 3 حكام، 19 من 4 حكام، الجسم والانسيابية 18 من 5 حكام، 18.5-17.5، القوائم 15.5 بإجماع الحكام، الحركة 19.5 بإجماع الحكام بمجموع 91.7. Results for Galagrima 257 AHM Moncadres, sired by Marash out of Shamsat Al Shalwami's Redonauts by Ahmed Hamad Sulaiman Hamadrai Al Mahai. And AHM Moncadres scores a 91.70 and so far in the lead in this class. المهر رقم 358 صار جميرة لأحمد السعيد المنصوري في الهوية العربية 19.5 من حكمين، 18.5 من حكمين، 19 من 3 حكام، الرأس والعنق 19 من 5 حكام، 18.5 من حكمين، الجسم والانسيابية 17.5 من 5 حكام، 18-17، القوائم 16 من حكمين، 15.5 من حكمين، 15 من 3 حكام، أما الحركة جاءت فيه 20-19-19.5 من 5 حكام بمجموع 90.3. Results for Kalagama 258, Sari Jumeira, a son of the Mishari out of Loloa Al-Nakil, Brits by Hamad Abdulhamid Abdulatif Taha, Radiants by Ahmed Zid Ghafan Nawad Aman Zuri, Sari Jumeira scores 90.30.
المهر رقم 359 إيجيس سابي لعبد الله سعيد دلهم الهاجري بالهوية العربية 19 من 6 حكام 18 نص الرأس العنق 19 بإجماع الحكام الجسم الإسيابية 18 بإجماع الحكام القوام 15 نص من 6 حكام والحركة 18 نص 19 نص 19 من 5 حكام بمجموع 90.5 Results for category number 359, AG Sabi. A son of AG Madan, out of AG Sara, reps by his manor in Sud Farm and Proleons, by Abdullah Said Hamad Talam Al Hajiri. AG Sabi scores 90.50. المهر رقم 360 عنبر البديع لي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بالهوية العربية 19 بإجماع الحكام الرأس العنق 18 نص من 3 حكام 19 من 4 حكام الجسم والانسيابية 18 من 6 حكام 17 نص أما القوائم 16 من حكمين 15 نص من 5 حكام والحركة 19 من 5 حكام 19 نص 18 نص بمجموع 90.4 Results for color number 360. His name is Amber El Beda. A son of Kariman Kilimanjaro out of Safia Redenholz by His Highness Sheikh Dr. Sultan bin Hamad Al-Qasimi. And Amber El Beda is a curry colt with a total score of 90.40.
This program is offered by نتيجة المهر رقم 361 سبلانديدو ام اس لعبد الله سيف المزروعي في الهوية العربية 19 في الهوية العربية 19 من خمس حكام من ست حكام 19 نص رأس العرب 19 من أربع حكام 18 نص محكمين 19 نص الجسم الانسيابية 17 نص من أربع حكام 18 من حكمين 18 نص القوى 15 من حكمين 15 نص من خمس حكام والحركة 18 نص من حكمين 19 من خمس حكام بمجموع 89.9. I think there is any confusion here in the arena, ladies and gentlemen, because the last horse is still there, so we are now waiting for our panel of judges. We like to invite them back in the arena for category number 264. In the meantime, we have the results for category number 261. His name is Splendido MS, sired by Abba Abugunji out of Egema, Bretz by Mandara Arabian Horset and Praliont. Abdul Nazif Hat Saif Mazrui. Splendido MS scores 89.90. Well, at least we have already one judge in the Middle Arena here in Abu Dhabi. A very special end of the day, I can say to you, here in Abu Dhabi in this class of the three-year-old colts. We have two judges. Thank you very much, Mr. Sadis Bakker from the Netherlands. You are also joining us, Mr. Klaus Bester. Welcome. Anyway, ladies and gentlemen, we continue with one other horse. إذن سنستكمل أيضاً اليوم مع آخر المهور. رقم 364 المهر مصر على المشاركة نعم سنشاهد المهر رقم 364 قد يكون رقما صعبا في هذا الشوط ويحقق المفاجأة
المهر رقم 362 إيجي نبهان لعبد الله سعيد دلهم الهاجري في الهوية العربية 19.5 من 4 حكام 19 من 3 حكام الرأس العنق 19 من 5 حكام 19.5 من الحكمين الجسم والانسيابية 18 من 5 حكام 17.5 18.5 القوائم 15.5 من 5 حكام 16 من الحكمين والحركة 19 من 4 حكام 19.5 من 3 حكام بمجموع 91.2. Results for Gaelic number 362. His name is Eji Naban, signed by Eji Marzan out of Nastia OS. Brits, but his one Arabian stud firm and proudly owned by Abdullah Zaid Hamad Dawan Al Hajiri. Eji Naban scores a 91.20. This program is offered by till I drop. Tip top of the block and we got 10 diamonds a pop. Yeah, it ain't no secret, I like it a lot. That's just my energy. That's just my energy. The monster inside of me. Well, that's just my energy. That's just my energy. That's just my energy. The monster inside of me, making it hard to breathe. That's just my energy. Energy. A beautiful win, a beautiful bronze medal indeed. With two lovely mares. نتيجة المهر رقم 364 روكت الذهب لسليمان عبد الله محروس السومحي في الهوية العربية 19 بإجماع الحكام الرأس العنق 19 من قبل 6 حكام 19.5 الجسم والإنسيابية 18 من 6 حكام 18.5 القوائم 15.5 بإجماع الحكام الحركة 19 من 5 حكام 19.5 من حكمين بمجموع 90.6
results for the last contender in this class of the three-year-old calls, category number 364. His name is Rocket on the Harp, signed by Gallardo J out of AG Safina Brits, Warriors Man Arabian Horse at Farm and Brolions by Suleiman Abdullah, Rose Abdullah Al Zomei. Rocket on the Harp, ladies and gentlemen, scores 90.60. تظهر الآن أمامنا نتائج السبعة النهائية للأوائل في هذا الشوط. المركز الأول AHM متغطرس لأحمد حمد سليمان، المطلع اليماحي في المركز الأول ب91.7. المركز الثاني طالع الهواجر ب91.4. المركز الثالث إمزد شامخ 91.3. المركز الرابع روان الهواجر 91.2. المركز الخامس إيجي نبهان ب91.2. المركز السادس ام او اللهب ب91.2. والمركز السابع جي اس اوسكار ب91.10. نبارك للفائزين بمراكز السبعه الاولى ونجدد التهنئه لاحمد حمد سليمان المطلع اليماحي حصول اي اتش ام متغطرس على المركز الاول. وسيقوم الان السيد خالد غانم مبارك العميري مدير مربط عجمان الخيول العربية وسعادة بمعية سعادة محمد أحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية والأستاذ حمد الخاجة مساعد مدير البطولة بتتويج الحاصلين على المراكز السبعة الأولى في هذا الشوط. The prize giving ceremony in the class of the three-year-old colts. Therefore, we'd like to welcome in the arena Mr. Khalid Ghanem Al-Amiri, the manager of the Ajman Arabian Horse Stud, together with His Excellency Mohammed Ahmed Al-Harbi, the Director General of the Emirates Arabian Horse Society, and Ms. Hamda Al-Gaje, the show manager assistant, to give over the trophies to the winner in this class with a total score of 91.70 AHM. What got to this? Category number 357, congratulations on the second place. Also qualified for the championships tomorrow with a total score of 91.40, Farah Halawajer, category number 349. On the third place with a total score of 91.30, MZ Shamik, category number 250. On the fourth place with a total score of 91.20, Rawan Halawajer, category number 346. On the fifth place with a total score of 91.20, AG Nabam, category number 362. Then on the sixth place with a total score of 91.20, MO Alahab, category number 343. And to complete our top seven with a score of 91.10, GS Oscar, category number 342. That brings us slowly to the end of a wonderful day with the Arabian horses. إذن بهذه اللقطات والصور الجميلة كان هذا ختام ثالث أيام بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية. بانتظاركم غدا بمشيئة الله في آخر أيام هذه البطولة مع أشواط الفحول وأيضا أشواط البطولات. إذن دائما وأبدا لا تذهبوا بعيدا، كونوا دائما معنا في قلب الحدث على قناة ياس وهنا في ميدان بوذيب الفروسية. دمتم كما أنتم بصحة وعافية، تقبلوا تحياتي وتحيات زميلي إيريك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much, Mohammed.